كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. صافي انا كنوجه هذه الرسالة للسي الشي عزيز اخنوش، لحقاش انا في صراحة انا واحد السيد انا صوتت عليه، لحقاش كيسحب ليا الراجل، راجل عما راجل انسان بحاله لاباس عليه وشبعان، عيفكر فينا حنا الدراوش، ولكن للاسف لا حطمنا حنا الدراوش، خرج علينا الصراحة الله غلى علينا، ما حنا ما عندناش منين نجيبوها، ما حيتنا الكرة، ما حيتنا الماء والضو، ما حيتنا لولادنا، يعني منين نجيبوها، ما عندناش حنا، ما حنا كتشوفنا دابا ما عندناش، واش حنا لخاطرنا خارجين في هذا البرد؟ أنا بعدا صوتت عليه وكنت فرحانة، أنا صوتت عليه وخارجة فرحانة لأنش هذا السيد عيدير لنا شي حاجة، ولكن للأسف ما دار لنا حتى شي حاجة، خرج علينا، دابا كيفاش هاد الدراري الصغار ها أنا خارجة بولادي في هذا البرد وما عندناش، والله ما عندنا، كون عندنا ما نخرجوش، واش دابا في نظرك لو كان عندنا نخرجوا نوقفوا هاد الوقفة هادي في هاد البرد؟ ما يمكنش، لحقاش كلشي غالي، كندخلوا للسوق كنخرجوا كنبكيو، الدجاج واللحم ما كناكلهمش هادو أصلا، وهاد الحوت ما كنعرفوهمش، ما بقيناش كنعرفوهم. دايز علينا انا كنطلب من سيدنا، انا دابا هاد الساعه هادي كنطلب من سيدنا يشوف فينا ويشوف هاد الناس هادو، يشوف هاد الصبيان هادو ويدير لنا شي حل، ولا كلشي تيتعرى، ولا كلشي تيتعرى باش ياكل، الله ياخذ فيهم الحق، الشفاره الكبارين هما اللي ضيعونا، الشفاره هما اللي كاينين في هاد البلاد، ولاو الشباب ديالنا ولاو يموتوا في البحر، العيالات ديالنا ولاو يتعراو، مواتنا ولاو يتعراو، خوتاتنا تيتعراو، كلشي ولا معري، كلشي ولا معري. هادي راه هنايا المغرب راه دولة إسلامية، ردونا دولة ديال الفساد، ردونا دولة فاسدة، كلشي ولا يتعرف في أجل هاد المصيبة اللي ولا معانا هنايا، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيهم الحق، راه خاص المسؤولين يتوقدوا يشوفوا هاد الحالة، يشوفوا من حال الأطفال الصغار، من حال كلشي، راه هادشي ولا بزاف هادشي، أمانديس جاية من جهة، الماكلة من جهة، بنادم خاش لقيتها ما ياكل، يوفروا الناس الخدمة. الدراري تيموتوا في البحر، النساء ولاو يتعراو، هادشي اللي كاين دابا، هادشي اللي كاين دابا، ولا غا الفساد تيشجعونا على الفساد، هادي هي الحكومة اللي كاينة دابا، صافي حكومة الفساد، حكومة فاسدة، هادشي اللي كاين دابا، هادشي اللي كاين، صافي ولاو جعلوا تيطلعوا جيل فاسد، تيطلعوا جيل فاسد، هادشي اللي كاين، ما بقى حتى شي حاجة، ولا تيقول لك نيشان سير تفسد، سير تعرى باش تاكل، عصرها عليك في الماكلة باش سير تعرى. صافي ملي قلت المراه كبيره تلقاها معريه مسكينه تتشطح، لاش هذا الشيء؟ هذا ماشي ظلم، ها دوخونا بهذاك الشو، حنا تنطلبوا على الناس يشوفوا كيفاش يديروا لنا هذه الاسعار، تيديروا لنا يراقبوا الحوانت، عندك الماكله فاسده، راك انت فاسد، تدوخوا عباد الله بهذا الشيء هذا. صافي هذا الشيء ما لقاو ما يعمل في الحكومه، خرج سير شوف الحوانت شنو عندهم، شحال كاينه الزياده ولا على الاخر لافيته، الله ياخذ فيك الحق، الله ياخذ فيك الحق، انت اللي جعلتي الدوله كامله ولات فاسده، كل شيء فاسد، الدوله الفاسده، هادشي اللي كنبغيو، بغينا الحق، ما بغيناش الدوله المفسده كامله، بغيناها تمشي بحالها، هادشي اللي كان اختي، وشكرا.